كم دارك سلعتك توصلك مجانا، هو الشعار الذي أطلقه صاحب محلات رزان بولاية عنابة في مبادرة فريدة يدعو فيها المواطنين لعدم الخروج من منازلهم خوفا من انتشار فيروس كورونا. نوصلك احنا للدار، قد نوصلك احنا حتى الباب الدار. احنا ماذا بينا كل الناس تقعد في ديارها، احنا وفرنا لهم هذه الخدمه هذه بالمجان باه الناس ما بقاوش يخرجوا من الديار، كي النساء كي الرجال. عندنا ثلاثه محلات تجاريه كبيره هنا في عنابه ومعروفه، درنا في كل محل درنا فيه ثلاث ارقام مجانيه يعيطونا الناس، نتلقاو المكالمات، نديروا الطلبات تاعهم، ندونوهم، نجمعوا لهم. عندنا عمال مختصين بنفس السعر اللي كان يخلص فيه هنا في المحل، بنفس السعر ما نزيدوا له حتى دينار. الزبون ما عليه سوى الاتصال وصاحب المحل يتكفل بنقل الطلبات دون دفع تكاليف النقل مع الحفاظ على السعر الأصلي للمواد. مسكينة بروحنا وقاعدين غير بان نستحفظوا على صحة الناس والكليون تاعنا والناس عامة، سيرتو الناس الكبار والملايكات الصغار، ماذا بينا ما يخرجوش من الدار، وإحنا الباقي علينا برب إن شاء الله ما يخصهم والو. مبادرة مليحة، سمعت؟ ماذا بينا هنا يزيد لي سوبرات اللي في عنابة وكل يعملوا لنا مبادرة كيما هاك. جابوا السلعة نورمال. درت لا كوموند تاعي والحمد لله جابوها لي ويرحم والديهم بارك الله فيهم. عملوا حاجة مليحة على كل حال. حاجة مليحة خلاص، حاجة مليحة. أنا داك الناس محسوب سوتو لي كبار ما يتعبوش وما يحكموش النظر. هي مبادرة لاقت ارتياحا كبيرا من المواطنين والزبائن على حد سواء في ظرف يحتاج منا الكثير من الوعي والمسؤولية.